انا الصبايا بيعرفوا انا ما بقطع عن النادي، انا بكون ساخنه وقت سخونتي كتير قويه، بس انا ما فيني اوقف صف الرياضه، انا بيجي وانا وساخنه. مرحبا واضح، انا الكوتش غاده فرحات، عمري 72، صار لي شيء 28 سنه بالتدريب. كتير 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 بحب السبور، يعني من انا وصغيره وعندي اياها بدمي، يعني ما فيني اذا انا نهار ما بعمل سبور بحس انه هيدا مش من يومي مرق. يعني انا صار لي 23 سنه بتدرب مع الكوتش غاده فرحات. انا كتير رضيانه لانه الكوتش بالنسبه لإلي بروفيشنال، واكثر كونها بهيدا العمر وان شاء الله العمر الطويل لإلها وما يحرمنا منها، قدوه كتير كبيره ومثل اعلى بالرياضه انا بفتخر فيه شخصيا. اول ما بلشت كنت بتحسي انه العالم تنظر للسبور انه هيدا كماليات يعني، ولا شو وهي مجوزه مثلا عندها اولاد كذا، انه مش كتير يتقبلوا الفكره. في عالم تاني يعني اشخاص تانيين كتير بيتقبلوا الفكره بالعكس، وكان عندي يعني اول ما ابتديت انا عندي المام بشكل رهيب، يعني عندي كتير صبايا يجوا على النادي. وقالي 4 سنين بتدرب مع الكوتش غاده، وقد ايه داخلي نوادي ما استفادت عند حدا الا عند الكوتش غاده. صار لي بدرب مع الكوتش بس كم شهر، صح انه بس الي هالمده، بس عن جد مشجعتني انه الكوتش غاده نفسيا ونظرا لها قديش هي مره قويه ومثال لي ولكل مره اني ضلني مسابره على هيدا الشيء. وكمان بحس حالي كثير محظوظه كوني بنت محجبه اني قدرت لاقي مكان امن ومكان فيه ليفل من الاحترافيه. ما حدا يترك ابدا سبور بحياته، لازم يكون من يعني من يومياته الاساسيه لو نص ساعه باليوم، يعني اول شيء صحيا، بعدين يعني للجسم جسديا والنفسيه. انت بس تجي على سبور انت شلتي كل الستريس، قديش بتكوني ستريس. انت بس تجي على سبور بتعملي ساعه سبور، انت هون هرمون السعاده اشتغل عندك، يعني لا اراديا انت بشرتك بدها تصير حلوه، انت نفسيا حلوه من جوا والاشياء اللي جوا بتظهر عليكي لبرا. في كتار نسوان مثلا بيقولوا لك انه مثلا انت بتروحي مثلا بتعملي سبورت، طيب يا عمي هاي الساعه كيف بتفضيلها مثلا؟ يعني بصيروا يقولوا لبعض، انا بسمع الصبايا شو بيحكوا. انت بدك تفضي لحالك مثل ما بتفضي بتقعدي بتعملي مثلا صبحيه، بتقعدي بتشربي قهوه، معلش بعمل نص ساعه سبورت فيهم، كمان انت جسمك هو بحاجه انك انت كمان تنتبهي له، يعني ساعه اللي انا مثلا المراه لان هي كل ما كبرت سنه كل ما خف عضلها وبيكثر الدهون بجسمها. هيدي اول شغله. ثاني شيء مثلا انه بده يصير عندها كثير مثلا ما بيعود فيها تمشي مضبوط، مثلا بده يعلى عندها الكوليسترول تريجليسيريد، يعني توقع بمشاكل كثيره. بالعكس هي ساعتها بتكون عم تعمل سبور هاو الشغلات كلهم يعني بتتغاضاهم. انا بحب انه الله يعطيني هيك الصحه وضلني بصحتي، وبحب اعطي اكثر واكثر واكثر، لان انا من النوع اللي كثير بحب السبور يعني، وبحب انه كمان يكون عندي بعد نادي بعد اكبر من هيدا كمان.